بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قيادة المجلس العسكري في القصير نعلن أنه تم انتخاب كل من قائد منطقة القصير وريفها العميد الركن خالد قرقوز، والمستشارين 1 العقيد عبد الإله المصري، 2 العقيد سعيد سويد، 3 العقيد الركن محمد الطالب، 4 العقيد رضوان عيوش. والله الموفق. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير. الله أكبر.